على البال أنه ممكن عسر القراءة أو الكتابة يكون عندها علاقة مباشرة بخلل في العينين. هذا اللي غيوضح لنا أكثر البروفيسور داودي دريسي جعفر، مختص في جراحة العيون بمدينة الدار البيضاء. صباح الخير سيدي، أهلا وسهلا. صباح الخير عليكم، أنا سعيد باللقاء ديالكم. مرحبا مرحبا دكتور. حنا كنعرفوا وليدات بزاف اللي عندهم هذا المشكل ديال عسر القراءة والكتابة. هذا المشكل هذا اللي ما عندوش علاقة بعدا بالذكاء ديال الطفل، وليا تبارك الله كيكون ذكي بخير، يعني كيجاوب على الأسئلة، كيفهم شنو ضاير به، ولكن فقريته كيكون ثقيل والإيقاع كيكون ثقيل والوتيرة غالية بشوية. دكتور غتوضح لنا أكثر، لأنه ما تجيش على البال كما قلت أنه ممكن هذا المشكل هذا تكون عنده علاقة وطيدة علميا وطبيا بالعينين. دكتور دريسي. نعم هذا المشكل مهم بزاف. نعم. لانه هذا المشكل تهمنا احنا كاملين، لان كنا عندنا اطفال والطفل خصنا نتعامل معاه واحد المعامله مزيانه. نعم. انه بالنسبه لي الطفل بريء، ماشي لما تيخلق على السذاجه وتبقى السذج، دونك ما كاينش مشكل على طبيعته يعني. نعم طبيعه العفو. نعم الطفل اولا ما عفوية. نعم. الطفل في الاول ملي تيكون ما تيقراش مزيان، اول حاجه تنتبهوا تنمشيو نديو عند طبيب العينين باش نشوفوا واش عنده مشكل ديال نقص البصر. دونك هذيك المساله سهله، يعني الطبيب غادي يشخص الا كان عنده نقص البصر غادي يعطي النظاره الصحيه. نعم. وغادي يشوف الطفل مزيان. نعم. هنا ما تيكونش مشكل. المشكل اللي تيوقع هو انه ملي تيكون الطفل تيشوف مزيان 10 على 10 وما عنده حتى شي مشكل ديال الشوف، ولكن عنده مشكل في الكتابه وفي القراءه، تيجي تقرا ولا تكتب تتعثر في الكتابه ولا تتعثر في القراءه، رغم انه عنده الشوف 10 على 10، الذكاء ديالو عادي ولا اكثر من الناس اللي في السن ديالو، ولكن عنده واحد المشكل. هذاك المشكل جاي انه عنده واحد المشكل سكون ابيل في لا بروبيوسيبسيون، فالمشكل جا في الحاسه السادسه. واش نوضحوا للناس اللي تسمعونا على هذا المشكل؟ لانه واحد المشكل اللي خصو يعرفوا الاباء باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه مع الطفل. نعم. يبقاش يقولوا له انت كسول، انت ما بغيتيش تقرا، انت ماشي بحال خاك، هذو كل المسائل ما خصهاش تكون. نعم. لا في الدار ولا في القسم في المدرسه. نعم. لان حتى في المدرسه كاين بزاف ديال الاساتذه وبزاف ديال المدراء ديال المدارس ما تيفهموش المشكل، بانه يجي تعيط للبا تقول له ولدك ما بغاش يقرا، هي ما خصوش يقول له ما بغاش يقرا، ما قدش يقرا، ما قدرش يقرا. نعم. وهذه نقطة مهمة بزاف. نعم. تكون في القسم ولا في الدار خصو يعرفوا بأنه الطفل راه ما قدش، يقول له الله يخليك ولدك ما تيقدش يقرا ودابا بغيناك تساعده. إذا ملي تيكون المشكل بحال هكذاك تنعرضوه عند المختصين اللي هما لي زورتوفونيس اللي تيديروا عندهم واحد العلم. نعم. تقويم النطق. نعم. لانه هو عندهم واحد الفحوصات اللي تكون ابي نورماليزي، واحد الفحوصات اللي كل ما يلقى حد يصوبوها اليوم بعد واحد الشهرين عاوتاني يصوبوها ويشوفوا واش كاين هناك تقدم ولا ما كاينش تقدم. ثانيا ملي تيديروا هذاك الفحص كل ما يشوفوا شحال التاخر عند الطفل. نعم. واش هو 6 شهور، واش هو عام، واش هو عامين. نعم. عادة المرض اللي كاين شائع هو سكون ابي لا ديسليكسي. نعم. عسر القراءة والكتابة. نعم. عسر القراءة ديسليكسي. كنعرفوا بان هاد لا ديسليكسي هي التوش زعما 10% من الاطفال. نعم. لا فريكونس ديالها. وبانه كاع العلماء والباحثين والمجهدين اللي داروا بصمة ديالهم في هاد العالم كلهم كانوا ديسليكسيك. من جملتهم غادي نقولوا غاليلي. ايه. غادي نقولوا اينشتاين. ايه. غادي نقولوا شوبان، بيتهوفن، نقولوا بيل غيتس، زعما كاع الناس اللي داروا الصناعه ديالهم هنا والبارعين يعني مجالاتهم بارعين كانوا ديسليكسي. اذا علاش نقول هذه النقطه؟ باش الاباء اللي عندهم شي ولد عنده ديسليكسيك ما يبقاش يقول بان هذا الولد ديالي ما ينجحش في الحياه ديالو، بان هذا الولد ديالي ما يكونش منه، بانه ماشي بحال خوته ولا شي حاجه. هما المبرعين اللي داروا البصمه ديالهم في العالم كانوا ديسليكسيك. نعم. اذا هنا تنعطيو الامل للاباء. نعم. لانه خصنا الطفل غير يساعدو النظره. نعم. اذا بعد ما وقع البحث وبعد ما غادي يوقع الفحص عند هذوك لي زورتوفونيس اللي تيديروا تقويم جي لتقويم النطق ويشخصوا بان هناك ديسليكسي وبان هناك عسر. نعم. في الغالب الاحيان تيكون هناك واحد المشكل في الحاسه السادسه. شنو هي الحاسه السادسه؟ وهو الحس العميق اللي حنا تنعيطوا له لا بروبيوسيبسيون. وكاينه انا جو سي ديبلومي، زعما عندي ديبلوم في هذا العلم اللي هو العلم لا بوستيرولوجي كلينيك من مارسي خديته، اللي هو تيتخصص في هذه الحاسه السادسه اللي هي لا بروبيوسيبسيون. نعم.
سيزيام شهر، حنا عندنا الحواس الخمس معروفة، السمع معروفة، حاسة البصر والشم والتذوق واللمس، ولكن حتى واحد ما تيخمم في الحاسة السادسة اللي هي مشهورة. نعم. وهذا اللي اختار هذه الحاسة السادسة، خدا البري نوبل. ما نقولوش ياخذ البري نوبل دو ميتين، ما كانش مشكل، لما مسألة مهمة بزاف. بزاف. خدا في 1989 خدا البري نوبل. جائزة نوبل، نعم. جائزة نوبل على هذه الحاسة السادسة. إذا غادي نفسروا كيفاش أن الحاسة السادسة مثل ما تعطينا نعم بالعسر القراءة والكتابة، تفضل بروفيسور. فوالا دونك هذو النقطة اللي بزاف الناس غادي يبغيو يقولوا شنو العلاقة ما بين الحاسة السادسة وهذا المشكل ديال الديسلكسي، ولا ما كاينش غير لا ديسلكسي، كاين حتى لا ديسبراكسي. كاين بعض الناس، بعض الاطفال اللي تيكونوا مالادغوا، معناتها لما تيطيح كاس يبغي يكتب، تيبغي هذاك تيقيس رجليه مع الطبله، تيقيس رجليه مع الباب، تيتعكل الزربية. نعم، تيتعكل الزربية، وتيكونوا بحال قلت لي عندهم واحد المشكل حتى في التوازن ديالهم. نعم، هذا كنعطيو لا ديسبراكسي. ما كايناش لا ديسلكسي بوحده، كاينه لا ديسلكسي، لا ديسبراكسي، لا ديسفازي، لا ديسكالكولي، زعما بزاف ديال الناس اللي تيقولوا ديس. نعم دكتور، هي مشكل وظيفي. اذا حنا باش نمشيو للحاسه السادسه وعلاقتها بعسر القراءه والكتابه. القراءه هي انه عندنا واحد كنعطيو لي كابتور، واحد مستقبلات اللي كاينين في العضلات ديال الجسم كاملين، وكاينين في لي ليغامون، وكاينين في العينين ديالنا، في لي ميسك، في العضلات ديال العينين. حتى العينين تتشوف، ولكن عندها واحد العضلات اللي تيحركوا العين. هذوك العضلات فيهم واحد الجهاز ديال الاستقبال، اللي هو ديك الجهازات كلهم تيمشيو للدماغ. ومجملتهم هاد لا بروبيوسيبسيون، مثلا غمض عين، واحد يغمض عينيه ويدير يديه موراه، عندك هاد الحواس هي تجعلك بانك تقول بان اليد ديالك موراك، باسكو انت ما تمشوش، تكون عينيك مشدوده. نعم، ولكن تحط يديك موراك، كاين الحواس اللي تجعلك بان يقول لك عينيك يديك كيفاش داير. نعم، هذيك الحاسه السادسه. هذيك الحاسه السادسه. واقف مثلا وعينك مغمضه ما تتشوفش، وشي واحد دفعك تترجع للور، اذا هذيك رجعي باش رجعتي للور، هما الحواس الحاسه السادسه اللي جعلتك تستقبل بانه مشيتي للقدام وهي غادي تردك للور. هي كتكون بين قوسين طالعه بزاف عند الناس اللي ما كيشوفوش يا دكتور دريسي. ايه فوالا، قدام الناس اللي ما كيشوفوش بزاف الحواس الاخرى تاخذ واحد مجملتهم هذه الحاسه السادسه. نعم، لانه توليو يمكن لهم غير يتجهوا غير اما بالصوت واما بهذه المسائل اللي هي حاسه عميقة. نعم. إذا كيفاش غادي يمكننا الإنسان هذه الحاسة السادسة جهاز الاستقبال تيدي للدماغ، ومن الدماغ تيمشي للميوسك، تيمشي عاوتاني للعضلات باش يعطيه كيفاش يكتب مثلا، ولا كيفاش يقرا، لأنه العين مثلا تتشوف باش شفتي الكلمة وعطاتك البوزيسيون ديالها، عطاتك بحال قلتي لي الجي بي اس الموقع ديالها، غادي تشوفها مزيان. اما الا عطاتها لك بانه ماشي في بلاصتها غادي تقرا غلطه. نعم. اذا هنا باش نعطيو انه بحال لورديناتور الحاسوب، هذاك الحاسوب فيه واحد المشكل حنا كنعطيو لي فيروس، وهي واحد المعلومه خاطئه تدخل. هذيك المعلومه الا دخلت لورديناتور تولي بوغي. اش معناتها بوغي؟ تولي تعطل. لانه هو تبقى حتى تقول له ماشي يجي لك واحد المعلومه تبقى يتعطل، لان تبقى يمشي يقلب عليها. واش اللي تيوقع للدماغ ديال الانسان ديال الطفل مسكين؟ لانه الطفل تتوصل له معلومه خاطئه، تيبدا يقلب، تيتعطل في القراءه، تيتعطل في الكتابه، تيتعطل في الهضره ديالو، تيكون تيبكي، تيكون ما تيمكنش يتكلم. نعم، خصنا نعرفوا اذا كيفاش يمكننا هذاك الاورديناتور ماشي تنلوحوه، اش تنديروا؟ تنجيبوا ان انفورماتيسيان اعلامي وتيدير لنا ان اونتي فيروس، تينقي سكرابي ان اونتي فيروس اللي هو ضد ديك المعلومه الخاطئه، وتولي الحاسوب يخدم مزيان. اذا ماشي تلوحوه، ما تقولوش الطفل ما خدامش مزيان، ما تيقاش مزيان، ما بغاش يقرا، اكسيتيرا. اذا هنا الولد نديو عند شنو عند الطبيب، الطبيب المختص في كنابيل. حنا دابا انا مثلا طبيب مختص في علم تقويم الجسم، هذا اختصاص زايد على الطبيب ديال العيون، وهذا الاختصاص يمكن له كل شيء يديره، يمكن له يديره علم تقويم الجسم، يمكن له يديره كينيزيثيرابيوت، يمكن له يديره اختصاصي في العظام، ماشي لابد طبيب العينين اللي غيديره. وحنا بما ان عندنا العينين يمكننا نديرو، تقول لي كيفاش يمكننا نعالجو الطفل اللي عنده هذا المشكل؟ نعم، غادي نعالجو باللونتي فيروس، بحال فوالا، غادي نعالجو بحال لونتي فيروس. غادي نديرو اما واحد النظارات اللي فيهم لي بريز، فيهم واحد الزاجه اللي تتعطي معلومه، اللي تتصحح ديك المعلومه الخاطئه. نعم، كتعطي الموقع ديال الكلمه مزيان، يعني كتصحح الموقع ديال الكلمه. ياك دكتور؟ فوالا، نعم. اما تنديرو تيكون عنده مشكل في القدم، لان المشكل يمكن يكون عنده مشكل في القدم، يمكن يكون مشكل عنده في الفك، يمكن يكون مشكل عنده في العينين. اذا كان عنده مشكل في العينين غادي نديرو له ديك النظارات اللي فيهم لي بريزم باش يتهداك. اذا كان عنده مشكل في القدم تيمكن نديرو سكون ابيل نعل سمال،
كي سون بروبريوسيبتيف اللي تيعالجوا هذا المشكل اللي كاين في لا بروبريوسيبتيف في الحاسه السادسه. نعم. لكن عنده مشكل في الفك وهذا مشكل شويه اللي صعيب في العلاج لان الطفل الصغير تيكون الفم ديالو مازال ما تكاتش. ولكن حنا تنفحصوا الاباء ديالو الاب والام وتنفحصوا الاب والام بما ان هذا المشكل وراثي يمكننا نعرفوا شنو عند الطفل. لما الطفل مازال ما فمه ما تكملش ولكن حنا تنشوفوا الاب وتنشوفوا الام تنشوفوا المشكل اللي عندهم في الفك وتمكننا نعرفوا الطفل شنو غادي يكون عنده وشنو هي المشكل اللي نعم فوالا اللي من بعد فوالا دونك شنو المشكل الوراثه وكيفاش غادي يمكننا نعالجوا هذا الطفل. وانا عندي مثلا في طب العيون ديالي كيفاش التجربه ديالي التجربه نعم. ديالي واحد المره واحد الطفل غادي نقول هذا ما باش نعقب على هذه المساله. واحد الطفل ديالي كان واحد الطفل عنده 7 سنين جاب لي جدو لانه با وامه كانوا مدرزين وكانوا دابا في الطلاق والولد جالس مع الجدو وجدته جاب لي جدو اللي جاب لي الطفل عنده 7 سنين المدرسه دارت اجتماع وبغات تدحيه من المدرسه قالت ما بغاش يقرا ما تعرف لا عربيه لا فرنساويه ما بغيناش حنا في هذه المدرسه ديالنا يمشي يقلب على شي مدرسه واحده اخرى. جابوا لي الطفل عالجته رجع للمدرسه وما ما قالوا له ما قالوش للمدرسه حتى شي حاجه. ذاك الطفل ولا من التالي للقسم ولا هو الاول للقسم. دوما داو اجتماع حسبوا بانه الاباء رجعوا بيناتهم وبانه داك الشيء مشكل غير ديال لانه يعني الاباء اللي كانوا خاطر اكثر من فوالا اللي قلبوا استدعوا داو كونسي دو كلاس واستدعوا داو الجد اللي جا قالوا له واش الاباء رجعوا قالوا لا مازالين كيف كانوا قالوا كيفاش دايزي قالوا مشينا دينا عند الطبيب داو له نظارات وجا بان فيه هذا الكيف الحمد لله. دونك تعجبوا كيفاش ان الطفل كان والتالي القسم وغادي يولي هو الاول القسم. اذا نفهموا من حضرتك دكتور دريسي انه الحل يعني يكمن في هذه النظارات هذه اللي كتدقق اكثر اما في النظارات واما في كيف قلت لك النعل في الرجلين او لا في الفم واما في مشكل في الفم اللي تنعالجوا توا الفم وتمكن له يؤدي نتيجة حسنه. وانا عندي تجربه في الميدان لان علاش تنقول هذا الشيء؟ تنقول هذا الشيء باش الاباء ما يبقاوش يحسوا بديك النقص لانه ملي تيكون عندك طفل بحال هكذا العائله كلها عندها مشكل ومشكل تيحسوا بالنقص وتيحسوا براسهم بان هذا تأثر على العائله كامله مش تأثر على الطفل. طيب. والمدرسه خصها تفهم هذا المشكل هادشي اللي زعما الاساتذه والمودعين يفهموا بانه المشكل يمكن له يتعالج باذن الله. الطب تطور دكتور وتبارك الله عليكم من غير الاختصاص تبارك الله كاين تكوينات اللي هي كثيره دكتور الدريسي يعني وهذا كيكون حتى اجتهاد من طرف يعني الدكاتره اللي ممكن انهم يتوجهوا لهذا الكوتشينغ مثلا او لهذا الدبلومات والتكوينات اللي كتكون زايده واللي كتعاونهم اكثر باش انهم كيشخصوا امراض وانهم كذلك كيوضعوا علاقات ما بين امراض اللي هي مثلا طبيه ولا فيزيولوجيه انها ممكن تكون عندها علاقه بامور نفسيه. دكتور دريسي مشكور جدا غدا ان شاء الله غنواصلوا معك باذن الله مشاكل العيون. خليناك على خير دكتور جعفر دريسي داودي مختص في جراحه العيون بالضربي. الى اللقاء.